ما الذي تراه الآن لم يحدث أبدا. ها هو النهار تحت قدميك. أرض النيل عامرة بالسير والأخبار قريبها وبعيدها، تتحف العالم والإنسانية بآثارها وبتأريخها. لا تنتهي عجائبها وغرائبها. ومملكة كوش التي ركضت على شط النهر الخالد لها معين من المعرفة والكنوز لا ينضب. ولقد حار الإنسان أمام إهراماتها وأعمدتها وفخارها وزخارفها ونقوشها. ومع كل كشف وبحث تتجلى عظمة وتفرد إنسان مروي. وما زالت الأوساط العلمية ظمأة للنهل من علوم وتأريخ مروي السياسي والفني والديني. ويظل فك رموز لغتها حلماً لكل علماء وطلاب التأريخ الأفريقي. إن النظام الملكي الوراثي في مروي ينتقل من الأخ إلى الأخ الأكبر ثم إلى أبناء الملك الأول، ويظهر ذلك بوضوح في انتقال الملك عند الأوائل من ملوكهم الملك ألارا وبعانخي وشبكة حتى يبلغ الملك أنالاماني ثم يخلفه أخوه أسبلطة وهكذا. وحقيق علينا أن نتناول أجل وأعظم الأنشطة المروية السياسية والعقائدية والفنية. طقوس التتويج المروي، الفن الذي يصور المواقف الفكرية والاجتماعية والمدارس الإدارية والنفسية وسيادتها، مؤرخة على الحجارة ولوحات التتويج لتبقى ما بقي الزمان تحكي عن سر العمر الطويل الذي عاشته مملكة كوش. إن التتويج المروي يتجاوز الفعل الشعائري الطقسي ويمثل نسقاً فكرياً يحمل العديد من العناصر التي تخلق اللغة المشتركة بين المؤدين والمشاهدين. ليؤسس الوعي الجماعي لدى أفراد المجتمع ويربط حياتهم السياسية والدينية بحبل التتويج وطقوسه المتينة.
آمون را، أنت أم نافعة للآلهة والبشر، أنت الخالق الطيب الذي يتعب نفسه من أجل مخلوقاته. لقد انتقل ابنك الملك المقدس إليك، حفه برحمة منك. بعد أن قبع النسر في عشه، يا حامي الوطن وحارس حدوده، أنت راعينا، هب لنا ملكا قويا يحظى بنورك ونصرك. ويتم التتويج السياسي للملك بعد يوم من وفاة سلفه. ولا يكتمل إلا بعد تسلمه الشارات الملوكية من معابد آمون بالبركل والكوة ومروي والنجع. ويتشرب فيها الملك روح الإله فتحرسه وتنصره وتبارك حكمه وأيامه، وكأنه يحتاج إلى قوة أخرى تعزز السياسة بالدين والدين بالسياسة، فيصير الملك إلهاً والإله يختار الملك الإله، وكأنها طلاسم وجدليات، وتصبح طاعة الملك من طاعة الإله. لقد انتقل راعينا إلى أبيه، سوف تعاني البلاد إن لم يهب لنا الإله ملكا قويا. يا آمون الحي في مواكبه البهيجة، يا آمون القوي، إن الناس وقطعان الماشية والغزلان والأشجار التي تنمو فوق البرية إنما تحيا جميعا عندما تشرق عليهم وتهبهم راعيا. لقد حضر قوات جيش الملك. دعونا نتوج مليكنا، لأننا الآن مثل قطيع من الماشية بلا راع. دعونا نختار ملكا قويا من بيننا. من يكون هذا الملك؟ لا أحد يدري من يكون. هل لنا يا كبير الكهنة أن نعرفه حتى نأتي له بمنتجات الأرضي ونقدم له الولاء وأن نجزي له الشكر والثناء؟ لا أحد يعرف من يكون هو الملك الجديد إلا راع نفسه، لأنه يرى ما يحدث في كل مكان. إن هذا لحق مطلق للإله منذ أن خلقت السماوات ومنذ أن خلق الملكية ليجعل ابنه المحبوب ملكاً واسع السلطان. ما دام الملك هو روح الإله رع وسط الخالدين، فإن رع هو الذي يتوجه ملكاً على أرضه حتى يعمرها. إلهاً، ملكنا معنا هنا ولا نعرفه حقيقة.
حقيقة هنا ملك الملوك في الأرضين، ساكن الجبل المقدس. إلهنا، قدم ابنك الملك وزوده بقوة منك. دعونا نذهب إلى الإله، لا شيء يمكن أن يحدث دون مليكنا. إنه لفأل حسن أن تكون الخيرة عندك يا آمون. إنه هو الملك الإله منذ بدء الخلق. إنه مرشدنا وقائدنا، وملوكنا هم أبناؤه المقربون وهم بين يديه. فلنذهب إليه إذن ونتضرع له خاشعين ركعا وسجودا. وبعد وفاة الملك أنالاماني، قررت لجنة من قادة الجيش وإداريي البلاط الملكي استشارة الإله آمون في نبتة لاختيار الملك الجديد. في البدء لم يوافق الإله على إخوة أنالاماني وأسبلتا، حتى رجع إليه الكاهن بأسبلتا وحده فباركه ملكا. فدخل أسبلط على مجلس السيادة والتتويج بوجه جديد، وصدره مملوء قوة وعظمة وثقة، لتنتهي مراسم التتويج السياسي. لتحفظ أرضنا، وتهبنا من لدنك رحمة، وتهيئ لنا حياة كريمة، وتعطينا ملكا قويا. دعنا نحيا لنبني لك المعابد لكل آلهة مصر العليا والسفلى، لنقدم لك الصدقات. إننا لا نستطيع أن نفعل شيئا دون مشورتك. أنت مرشدنا، ولا شيء يحدث دون علمك ورضاك. إنها لنعمة جزيلة
أن تهبنا رحمة من عندك وأن تهيئ لنا من عندك ملكا قويا يحفظنا بجلالك وطاعتك. لقد جئنا إليك يا إلهنا يا سيد عروش الأرضين في الجبل المقدس، نضرع لك أن تمنحنا مليكنا لنبني لك المقدسات ونقدم لك الصدقات. أنت الحكمة ويدك القوية، امنح ابنك القوة والرشاد. تقدم يا ابن سيد الأرضين لأبيك الإله ليجعلك تعيش إلى الأبد. تعال إلي آمون رع يا سيد عروش الأرضين، هبني هذا المنصب والقوة التي لا أبحث عنها دون عظمة محبتك. غطي رأسي بالغطاء الملكي وامنحني الصولجان. لك غطاء الرأس الذي كان لأخيك أنا الأماني. على أن يبقى بحوزتك متى ما كان آمون مليكنا. عليك بحفظي. سوف يكون بحوزتك الصولجان الذي تهزم به أعداءك. يدخل إسبلطة لمعبد الإله. يتقدمه كبير الكهنة في ترتيب طقسي يجمع بين حرارة الترحيب ومكانة الكاهن. وبعد كل عمود ودرج تتناقص حبات الموكب الملوكي التعبدي المهيب. وعند بلوغ الحجرة الأخيرة ينفرد الملك ليقضي ساعات أو أيام أمام الإله يطلب الشارة والقوة والمباركة. تعال إلي آمون رع يا سيد عروش الأرضين الذي يقطن الجبل المقدس. تعال إلي يا إله الأقدمين وطعم المحبة. أنت وحدك الذي تسمع تضرعاتي متى ما تفوهت بها. امنحني الحياة والطمأنينة والعيش الرغيد والعافية والسعادة السرمدية، واجعل عمري مديدا في الهناءة، واجعلني محبوبا في بلاد كوش. أصبلت ألمع وأميز ملوك كوش، نقل العاصمة من نبتة إلى مروي.
وأوقف عادة القتل الطقوسي، وأقام لوحة تذكارية لابن بعاخ الورع التقي. حكم البلاد بعد أبيه سنم نسكن وأخيه أنا لماني من 593 وحتى 568 قبل الميلاد، ويسبقه ثمانية أجداد ملوك. رسخت التقاليد وطقوس التتويج المروي وأثرت بقوتها ونفاذها في أصل العادات والتقاليد والثقافات السودانية، وتجلت ملامحها في احتفالات تنصيب رث الشلوك ومراسم التسليك عند الطرق الصوفية، واتضحت أكثر عند سلاطين الفونج، إذ أننا نجدهم يلبسون الطاقية ويجلسون على الككر في دلالة واضحة على تواصل واستمرار الحضارة المروية وتأثيراتها البالغة على ملامح ومكونات الثقافات والمعتقدات باتجاهاتها الفلسفية والفكرية. وينتقل الملك أسبلط من معبد إلى معبد يحصد الشارات الملكية والبركات ليكمل آخر فصول أخطر وأطول نشاط سياسي وديني يمارسه ملوك نبت وكوش، لتدين لهم بسببه الشعوب ويحفظوا ملكهم لأكثر من 12 قرناً من الزمان عمراً. لم تسبقهم إليه أي أمة في حضارات العالم القديم.